ايه رايكم لو نبدا بمساله مقتل الطالب محمد رضا طالب الهندسه؟ لان النهارده الحقيقه كان في قلنا بيان رسمي للنائب العام وكان في تقرير للطب الشرعي. الطب الشرعي الحقيقه ممكن يوضح للمجتمع امور كثيره خاصه بتشريح الجثمان، المسافه اللي اطلق عليها الخرطوش على الطالب محمد رضا ومن اي اتجاه وما الى ذلك. معايا دلوقتي على الهاتف مباشره المتحدث باسم الطب الشرعي الدكتور هشام عبد الحميد. اهلا بيك دكتور هشام، مساء الخير. التقرير المبدئي بتشريح الجثمان ممكن تقول لنا بعض تفاصيله، زي مثلا مسافه اطلاق النيران، نوع الرصاص. بالنسبه حضرتك لمحمد رضا، اصابه ثلاث رشات اطلقت من طلقه خرطوش، قطر الرشايه فيها بيتراوح من 4 ل 5 مللي، وده بنتمنى يعني ان الطلقه الخرطوش دي كان فيها 27 رشايه، يعني من نوع رش متوسط، وده كان اصاب واحده يسار الصدر وواحده يسار البطن وواحده يسار الظهر باتجاه اساسي من اليسار لليمين، يعني من ضارب يقف على يساره. مسافة الانتشار في الجسم كانت 50 سنتي، ودي تعني بالنسبة لنا السلاح، إذا كان السلاح المستخدم فرد خرطوش اللي هو الصناعة المحلية تبقى مسافة الإطلاق 4 متر، إذا كانت بندقية خرطوش عادية تبقى مسافة الإطلاق 8 متر، إذا كانت مسافة إذا كانت البندقية المستخدمة من نوع اللي هو معدل شوية بيبقى مقدمة الماسورة بتاعته أضيق من مؤخرة الماسورة، بنسميها ماسورة مختنقة، يبقى مسافة الإطلاق في الحالة دي 16 متر. حضرتك لما تحط المرئيات دي على معاينة النيابة اللي هي أثبتت إنه في حاجة مهمة جدا، معاينة النيابة أثبتتها إنه كان في مراية موجودة على بعد حوالي 30 متر من السور الخارجي. المراية دي وجهتها للكلية وظهرها للشارع، والظهرها كان عبارة عن فايبر، يعني مش مراية. مراية وجهتها للكلية وظهرها للشارع كانت موضوعة في مكان الحادثة؟ موجودة على مسافة 30 متر. والمراية دي كان فيها طلق خرطوش في الإزاز نفسه. ده يعني إيه؟ أن إطلاق الخرطوش جاي من الداخل. دي نقطة مهمة جدا. طب ده معناه إن إطلاق الخرطوش كان من الداخل. من الداخل وليس من الخارج. المعاينة دي تؤكد هذا الكلام. طب السلاح المستخدم، يعني ده سلاح يعني مع الشرطة ولا متداول مع الناس ولا ايه؟ هنا الفرق حضرتك في الذخيرة وليس السلاح. ليه بقى؟ لانه الذخيرة اللي احنا شفناها دي اللي هي بقولت طبق خرطوش متوسط الحجم، اول مرة نشوفه احنا شفناه في احداث محمد محمود الاولى، وكان مصابين في 27 جندي من الشرطه مصابين بيه، واحد قيادات الشرطه احد اللواءات كان مصاب بيه، وفي نفس الوقت كان المتظاهرين مصابين بهذا النوع من الخرطوش، وساعتها احنا قلنا ان كان في طرف ثالث بيضرب الطرفين يعني بنفس هذا النوع الخرطوش، كان نوع خرطوش كبير اللي هو بيبقى الطلقه الخرطوش فيها 9 رشات. بعد كده من اول بقى احداث محمد محمود واحد، مجلس الوزراء ومحمد محمود اثنين ومحمد محمود ثلاثة والحرس الجمهوري والمنصة، كل الأحداث دي، كل أنواع الخرطوش اللي شوفوا كان نوع الخرطوش متوسط الحجم أو الكبير الحجم. لغاية أحداث محمد محمود الأولى لم يكن هذه الذخيرة لم تكن من ضمن الذخيرة اللي بتستخدمها الشرطة. طب دكتور هشام، متهيألي في سؤال بعد ما حضرتك قلت لي موضوع المراية اللي كانت موجودة على بعد 30 متر اللي هي ظهرها متهيألي وشها للشارع وظهرها لبوابة ظهرها للشارع وظهرها للسور وشها للداخل. كويس، بتقول لي ان المراية دي كان فيها إصابة طلقة خرطوش. في خرطوش في الإزاز أصاب الخرطوش. لو حصل انه اكتشف ان الخرطوش اللي اصاب المرايه هو الخرطوش اللي اصاب محمد رضا رحمه الله عليه، هل ده يبقى له دلاله معينه ولا ايه؟ لا، هو بالتاكيد اذا كان نفس القطر يبقى بيرن قوي ان هي نفس الطلقه، واخد بال حضرتك؟ لكن هذا بيدل على انها اخترقت الازاز
انه بتكون تطورت، يعني الحاجات دي تخترق في الازاز فعاده حجمها بيتطور بيحصل فيها انبعاج وبالتالي ما تقدرش تقيس قطرها بالظبط. طب دلوقتي يعني بتهيألي سؤال الراي العام مهتم بانه يعرفه في هذا الموضوع، وهو امتى يحسم الجدل نهائيا ويعرف الراي العام المصري من قتل الطالب محمد رضا؟ والله حضرتك احنا بالنسبه لنا كطب شرعي حددنا المسافه. المطلوب بقى نعرف النيابه بتحدد المكان اللي حصل فيه الاطلاق. اذا كان المكان اللي حصل فيه الاطلاق اكثر من 16 متر من سور الكليه يبقى استحاله تكون شرطه هي اللي ضربتها. تمام؟ يبقى اذا كانت اكثر من 16 متر، اذا كانت اقل من 16 متر نشوف اذا كانت الشرطه معاها سلاح خرطوش عادي ولا سلاح مختنق الماسوره. وعدد يبقى معاها سلاح خرطوش عادي. وفضل حضرتك يبقى المسافه لو اكثر من 8 اقل من 8 متر برضو او اكثر من 8 متر يستحيل تكون الشرطه هي اللي ضربت اذا كان السلاح عادي. شغل تحقيقات النيابه فيصل في الموضوع ده. يبقى هننتظر ومتهيألي مكان اطلاق الرصاص هيبقى مهم برضو دكتور هشام. المؤكد حضرتك انه معاينه النيابه ان البيان اللي طلع من النيابه النهارده اللي هو مبني على مرئيات الطب الشرعي ومعاينه النيابه طلع لانه مؤكد المعلومه، وبالتالي المعلومه اللي طلعت في البيان ده غالبا هي اللي هتتوصل بها التحريات او التحقيقات النهائيه. انا بشكرك جدا على هذه المداخله دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي.